مع نجم كبير وحاوي الكرة المصرية كابتن محمود عبد الحكيم، وكنت سألت سؤال قبل الفاصل مارك كلاتنبرج مدير التطوير أو مدير تطوير الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، هيقدر؟ إن شاء الله يقدر. ولا هتقابله صعوبات؟ في الأول أكيد هتقابله صعوبات يعني، بس إن شاء الله يقدر يطور. من ضمن كلامه في الكاميرا الرومنتادا، جابوا حوار أو نقلوا المؤتمر الصحفي، قال إن هو هيتابع كل اسبوع الاخطاء التحكيميه الشائعه اللي الناس بتتكلم عليها او فيها شكوى. هيتكلم كمان على هيجيب المكالمات ما بين حكم الساحه وغرفه الفار، ايه الحوار، ايه الديالوج اللي بينهم وبين بعض، ويشوفوه ايه الكلام اللي بيتقال. ده برضه مهم جدا، لان احنا بنقعد كتير قوي في أيوة. اكتر دوري رايح سنه ومعامل كده بالسماعه واقف وباصص. بنقف كتير، بنقعد ماسك كتير، بنقعد ماسك كتير. طبعا. اتفضل. فان شاء الله يقدر يعمل حاجه كويسه ويشتغل على الأخطاء بشكل كويس، لأن دي برضو هتفرق في الدوري المصري كتير جدا. يعني أنت متنبئ بحاجة بإذن الله إن شاء الله. أنت لعبت خطوة تتحسب للاتحاد الكورة. أنت لعبت في القسم الثاني ولا لعبت في القسم الثالث؟ في نادي من الأندية الكبيرة، أقدم نادي في مصر، هو نادي السكة الحديد. كان زمان اسمه هوكي بولاء، لأن بولاء أنت عارف في بولاء كان مخازن القطارات والحاجات دي، وقبل كده كانوا بيعملوا نادي وبتاع، بعد كده نقلوه اتقسم سنة 1903 تأسيسه، وبعد كده كانت مدينة نصر فاضية، راحوا عملوا المكان ده اللي هو نادي السكة الحديد. في الفترة الأخيرة طبعا بوجود سيادة الفريق كامل الوزير على رأس وزارة النقل، طبعا. وهو تابع لوزارة النقل طبعا. جاب الدكتور سيد عيسى مستشار الفريق سامع كامل الوزير والمشرف والمدير الرياضي للفريق، جابوا الكابتن محمد صلاح. عارف. وطبعا عاملين شغل كويس قوي طبعا. شايف انه ممكن يرجع تاني نادي السكه الحديد اللي طلع منه كابتن ايمن منصور وكابتن حسين الشحات؟ لا كتير قوي، كتيره جدا جدا جدا. وكان في كابتن بيليا لو تفتكر، كابتن بيليا وكابتن احرف وخشبه ونجوم كبيره جدا، كتير قوي. طب معانا دكتور سيد عيسى المستشار سياده الفريق كامل وزير والمدير الرياضي لنادي السكه الحديد، اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن عباس، بمسي على حضرتك وعلى الكابتن وبهني الشعب المصري بمناسبه 30 يونيو، ثوره 30 يونيو المجيده، وربنا كده يعود علينا الايام بخير وعلى مصر كده دايما في تقدم ورقي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كل سنه ومصر و30 يونيو بشعبها وبرئيسها الكبير والاب الكبير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صانع نهضه مصر الحديثه. كل توفيق لينا ان شاء الله في الفتره اللي جايه. امين يا رب، امين يا رب العالمين. نادي السكه الحديد قلت في قبل حضرتك ما تدخل، قلت انه اقدم نادي في مصر 1903، وكان اسمه قبل كده هوقي بولاق. يعني هو طبعا يا كابتن عباس، نادي السكه الحديد اقدم نادي في مصر وافريقيا والشرق الاوسط. بالظبط. انشئ سنه 1903، يعني السنه الجايه ان شاء الله هنحتفل بال 120 سنه. نتمنى ان احنا نحتفل ب 120 سنه سكه حديد، ونكون احتفال بالصعود للدوري الممتاز. خلي بالك برضو عشان ندي سيادة الفريق كامل الوزير حقه، هي نهضت السكة الحديد في عهد الوزير كامل الوزير، نهضت السكة الحديد رياضيا من خلال النادي الرياضي هو السكة الحديد. عملتوا ايه؟ وكان عندكم امبارح مؤتمر صحفي والكابتن محمد صلاح. هو اولا طبعا تكليف سيادة الوزير ليا انا وسيادة العميد حسام السيسي، ده حاجة بتحملنا مسؤولية كبيرة جدا جدا، لان احنا تعودنا ان سيادة الفريق كامل في اي حاجه بخشها لازم ينجح، فما يكلفنا بان احنا نشرف على نادي السكه الحديد ونشرف على فريق الكوره، ويبقى الهدف ان الصعود للدوري الممتاز و يعني الارتقاء بنادي السكه وفريق الكوره، ده طبعا هيحملنا مسؤوليه كبيره جدا جدا كابتن عباس. طبعا ربنا يقدرنا ونبقى قدها ان شاء الله. فاحنا من اول ما كلفنا بنادي السكه الحمد لله بدانا خدنا خطوات سريعه جدا. اول حاجه طبعا لازم فريق الكوره، لانه تضيق وتعرف القائمه الاولانيه لازم لها وقت معين للتسجيل وكده. فبالنسبه للفريق كان عندنا لعيبه برضو على اعلى مستوى، فاحنا في 18 لاعب معانا من الفريق استمروا معانا. قعدنا مع الكابتن صلاح تعاقدنا معاه الحمد لله، اختيار موفق جدا الكابتن محمد صلاح يعني بامانه. والله يعني وبص يا كابتن، احنا قعدنا مع خمس مدربين قبل الكابتن صلاح، وعملنا سي في للخمس مدربين وقارنا بين الخمس مدربين، فاحنا لقينا الكابتن صلاح هو الانسب للسكه الحديد في التوقيت ده، وبالذات ان الكابتن صلاح عنده خبره جامده جدا جدا في دوري الدرجه الثانيه، وصعد اكثر من اربع فرق، وبعدين الكابتن صلاح برضه اسم كبير جدا جدا
فاما يبقى مدير فني بحد محمد صلاح مع لاعبي نادي السكه، ان شاء الله يقدروا يحققوا طموح الاداره وطموحنا في الصعود للدوري. احنا مع الكابتن صلاح حطينا استراتيجيه وقعدنا معاه وحدد المراكز اللي هو محتاجها وحدد اللاعبين اللي هو محتاجها وحط مجموعه اسماء من اللاعبين. الحمد لله بدانا في التعاقد معاهم، وكان اول تعاقد كان في صرف يا دكتور سيد ولا ما فيش الاول؟ في صرف، في نهضه درويفي. انت عندكم ما شاء الله نهضه معماريه في نادي السكه الحديد، غيرتوا خريطه المكان الجغرافي اللي هو موجود فيه. والله الصرف الفلوس الكلام ده كله. بص يا كابتن عباس، بيرجع طبعا لست الفريق كامل الوزير، هو صاحب النهضه اللي حصلت في نادي السكه. وقبل ما يكلفنا طبعا احنا اتكلمنا، انت عارف ان الكوره امكانيات فلوس صناعه. اتكلمنا مع ست الفريق، والراجل يعني قال انا داعم لكم وداعم للنادي وداعم للفريق، وخدت والتقينا انا وهو والكابتن صلاح والعميد حسام السيسي قبل ما ست الفريق، وبصراحه كانت مقابله مثمره جدا جدا، واحنا شايفين ان هو يعني ان شاء الله مش هيتاخر عن الفرقه من اجل حلم الصعود. انت عارف حضرتك الشكل السكه الحديد اتغير من بره، شفت كابتن البوابات والمول اللي اتعمل يعني والملعب الفريق طبعا دخل المولات اللي اتعملت الحاجات اللي اتعملت في النادي دي كلها 50% من دخلها هيبقى الفريق الكره ان شاء الله. ما شاء الله دكتور سيد، انا شايف اللقطات مهمه جدا. طب معايا الكابتن محمود عبد الحكيم بصفته لاعب راجل في قسم اول وثاني وثالث، وجه كلمه للدكتور سيد وانت شايف الكابتن محمد صلاح. الاول ازي حضرتك؟ طبعا اختيار موفق جدا. الكابتن صلاح مدرب كبير جدا ومن احسن مدربين في مصر، مش في الدرجه الاولى بس يعني. اتمنى طبعا رجوع نادي السكه الحديد، نادي كبير وله تاريخ كبير جدا في الدوري المصري. فاتمنى ان شاء الله ان الحظ يحالفهم وان شاء الله نشوفهم في الدوري الممتاز الموسم الجاي ان شاء الله. دكتور سيد يا رب ان شاء الله. اتفضل. ان شاء الله كل الامنيات لحضرتك والعميد حسام السيسي وكل الناس الموجودين وكابتن محمد صلاح ودعمك لنا ودعم كل اصدقائنا الرياضيين والاعلاميين، لان نادي السكه الحديد ده من زي ما قلنا من اقدم الانديه، وطلع برضه تمام طلع اسماء كبيره جدا جدا، الكابتن يعني كابتن حسين حجازي، كابتن ايمن منصور، لا وزميلنا ونجمنا الكبير في الرومنتادا كابتن بركات، كابتن محمد بركات، كابتن محمد بركات طبعا، كابتن ايمن منصور بالزبط. كابتن حسين حجازي يعني عشان ما ننساش حد، احنا بنقول بعض الاسماء. دكتور سيد نتمنى ان شاء الله ان ربنا يوفقنا ان شاء الله. الكره في ملعبكم ان شاء الله، كل التوفيق لنادي السكه الحديد تحت قياده الدكتور سيد عيسى المشرف الرياضي لسيد الفريق كامل الوزير والمدير الرياضي، وايضا بيعاونوا العميد حسام السيسي المشرف الرياضي والمشرف العام على الكره.